السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ الفيديو اللي انا بحبه وبستناه اكتر منكم، العبايات الخليجي يا جماعة والكويتي والحاجات التحفة. اللي مجرب خيمة العبايات الخليجي ما بيعرفش يلبس عبايات بعد كده. النهاردة جايبة لكم كوليكشن كبير قوي هيناسب كل الناس، وعبايات تحفة قيمة تنفع لو عندك مناسبة للعيد، للعرايس اللي بتجهز وعايزة تعين حاجات كده قمر تبقى مميزة. تلحقوا الحاجات اللي موجودة في الفيديو ده. واتأخرت على ما انزل لكم الفيديو لان كان المحل اللي هنصور فيه النهاردة مستني الشحنة دي تيجي عشان نصورها، فأول ما جت صورناها لكم على طول. هتشوفوا الكميات، الحاجات دي يا جماعة بتقعد كتير قوي على ما تيجي، فاللي تعجبها حاجة تروح تلحقها بقى. طبعا انتوا اكيد عرفتوا كده احنا بنصور منين، بنصور من محل قوارير، صورنا هناك قبل كده وبسم الله ما شاء الله المحل اتنسف يا جماعة لما صورنا، لان الناس ما كانتش مصدقة ان الحاجات دي موجودة في مصر. الحاجات موجودة وبكميات كبيرة النهاردة، فيلا بقى روحوا اشتروها، ولما تشتروا الحاجات الحلوة دي ما تنسوش تدعولي لان بجد خامات بسم الله ما شاء الله. احلى حاجة في العبايات الخليجية يا جماعة والكويتي والقطري، العبايات دي انها بتبقى يعني ملفتة، محدش بيبقى لابس زيك، وكمان الخامات على الجسم على الرغم ان العباية بتبقى سمراء لكن ما تحسيش انها مضايقاكي في الحر خالص. وانا مجربة وبقول لكم عن تجربة، واللي عنده عبايات خليجي عارف اللي انا بقوله ده كويس، لان هي بيبقى داخلها قطن. فطبعا الناس بقى اللي بتبقى منتقبات والبنات اللي كده كده لابسة عبايات لازم تكون في لبسك في الصيف العبايات الخليجي عشان ما تحسيش بالحر خالص. واتمنى كل الناس تجربها، واللي ما جربش الخليجي لازم يجربه. عشان كده يا جماعه زي ما بقول لكم العبايات النهارده خطيره، ما بقتش عارفه اختار ايه ولا ايه، بس اشتريت واحده ان شاء الله بقى عشان العيد، لان بصراحه بتبقى كده مخليه الواحد ايه شكله شيك كده. زي ما انتم شايفين بقى التفاصيل والمقاسات كلها موجوده، لو عايزين عبايات تلبس فوق ال 150 كيلو موجود، لو عايزين عبايات سواريهات لو عندكم افراح لمامه العروسه لمامه العريس، كل اللي نفسها في حاجه هتلاقيها في فيديو النهاردة. طبعا في شحن يا جماعة، بس الحقوا شحنوا قبل بقى ايام العيد ما تدخل علينا والشحن يتوقف. الحقوا شحنوا اول ما تشوفوا الفيديو، بس بلكوا ارقام تليفونات ام جهاد صاحبة المحل على الشاشة، تواصلوا معاها. ولو طبعا تقدروا تروحوا انتوا افضل عشان تقيسوا وتختاروا، روحوا بسرعة لان بجد الحاجات دي قمر. بصوا يا جماعة دي الحاجات دي احنا ما قسناهاش بس قعدنا نفرجها لكم كده. العبايات خطيرة 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 خطيرة. بعد ما صورت قعدت اقيس ثلاث ارباع العبايات اللي موجودة من جمالها. كمان في اسدالات حلوة قوي قوي، وكمان خامتها حلوة، وفي حاجات بقى تنفع للناس اللي طالعين حج وطالعين عمره، الحاجات اللي بتبقى سهله وبسيطه وكلها خامتها قطن دي يا جماعه. وطبعا يعني تسلم ام جهاد على الحاجات الحلوه اللي بتجيبها لنا دي، انا مبسوطه قوي ان انا بصور عندها وبوريكم الحاجات الحلوه دي. تسلمي يا ام جهاد، وبصراحه بتبهرينا بحاجتك الحلوه، يا رب دايما في زياده وفي نجاح. يلا بقى يا جماعه هبدا معاكم الفيديو بالعنوان. اهم حاجه بقى انا بجيب لكم حاجات حلوه اهو، عايزاكم تعملوا لي لايك للفيديو، عايزين الفيديو ده لانه ما شاء الله لبس محتشم ولبس راقي ولبس شيك، نعمل له لايك عشان يوصل لكل الناس. بحبكم جدا في الله، كل سنة وانتم طيبين، ايام مفترجة ويا رب يتقبل منا صالح الاعمال. صلي على سيدنا محمد ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. متنسوش اللايك زي ما قلتلكم. نبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض ونبدأ بالعنوان. عنوان محل قوارير موجود في المحلة الكبرى شارع الجيش، الشارع اللي أمام كافيتيريا المصريين أو أمام عز الشام للشاورما، معروف قوي عز الشام وكافيتيريا المصريين. الشارع اللي قدامها بصوا هتلاقوا محل قوارير، آخر محل على إيدكم اليمين أهو يا جماعة، على ناصيته محل النضارات اسمه أوكسيدو. يلا بقى نبدأ، وأنا كده كده هسيب لكم الأرقام التليفونات للتواصل على الشاشة. الفيديو ده حلو قوي وهتتبسطوا بيه. هو ده محل قوارير طبعا، أم جهاد جايبة حاجات المرة دي للعين. عيد تحفة التحف تحفة، ان شاء الله اشتري معاكم الحاجات دي لانها ما بتجيش كتير بالكمية دي والجمال ده. يلا يعني ندخل نسمي الله ونسلم على ام جهاد. طول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ام جهاد اهلا اهلا، اخيرا ظهرتي معانا تاني. عامله ايه؟ الحمد لله رب الحمد لله العالمين. يا ام جهاد انت عامله ايه؟ والله الله يخليكي، ده نورك حبيبتي وكل حبايبك نورونا. يعني تسلمي يا ام جهاد، جاي لنا قبل العيد الكبير بقى تغذينا بحاجتك الحلوه. الحمد لله والله احنا بنتعب قوي على بال ما نجيب الشغل فعلا، دي حقيقه الحمد لله. ما شاء الله كل فتره بس زبايننا بيبقوا مقدرين الامر ده، يعني طبعا عشان حاجتك طبعا مميزه. ولسه كنا بنتكلم في الموضوع ده يا جماعه، هي بتستنى اما تجيب شغل مميز قوي عشان يعني زباينها مستنيين الشحن وكده، فالواحد ممكن متاخر شويه بس بنبقى منزلين بكوليكشن كويس يعني. طبعا. والناس اللي بتتكلم على الاسعار عشان ما حدش يزعل، هي الاسعار غاليه يعني حتى المصري غالي. سبحان الله القطع الخليجي بتبقى مميزه
بس انا لما شفت الاسعار يا مجاهد يعني زي المصري بالظبط، يعني دلوقتي العبايات بقت 700 800 900 في 1000 ويه هنا برضو كده. ايوه لا المصري طيب. اصلا لا بقى المصري دلوقتي عم برضو بتعدي ال 1200 300 400 هو نفس. لا بصراحه انا قلت لهم اللي بيلبس خليجي ويجرب خاماته ما يستغناش عنه. المصري عندنا الحمد لله مش هتلاقيه متداول وهتلاقيه مميز وبرضو براندات كويسه بس مصري ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. تسلم يا مجاهد يلا فرجينا وبهريهم بالتشكيله الجديده ان شاء الله هنقيس حاجات كتير يعني ما شاء الله. بصوا يا جماعه التحف حاجات الخليجي يا جماعه الخليجي يا جماعه اللي الناس بتيجي تخطفه تخطف اللي هو ما شاء يعني الله. ده الناس بتزعل مننا بس سبحان الله بيبقى غصب عننا والله جدا ما شاء يعني. الله جميل قوي الشغل خماته حرير اصلي شوفي الخامه يا شيماء ما فيهاش اي حاجه. ايوه مجاهد لسه مجاهد كانت بتوريني اللي هي لابساها بتقولي يا شيماء اكني مش لابسه اي حاجه على الجسم مش حاسه بحر ولا اي حاجه. ايوه الحاجات دي حاجات برضو هي زي استقبال. الله بص التحفه دي دي كانت جايه على فكره الشغل ده لسه جاي. أيوة. من مكو حال والله. الله بص يا جماعه جميله دي يا مجاهد دي خطيره قوي. بص يا جماعه ما شاء الله تحفه دي تحفة. تنفع خروج برضو مجهد. ايوه ايوه خروج, خروج جميله تحتها بيزك اسود. أيوة. ولا بيج حلو قوي ما شاء الله. روح برضو الكولا والحاجات المفتوحه دي الحاجات دي تبقى للمنتقبات رهيبه للبنات اللي بيروح جامعه. اه حلو قوي قوي ما شاء الله في حاجات مفتوحه في وحاجات مقفوله كده سبحان الله لقط كده حته جميله كده نعمه وفظيعه. طيب ام جهاد انت بتشحني لهم عادي يعني الشحن متاح ماشي يا جماعه الشحن متاح والاسعار بتبدا هنا زي ما قلت لكم في حاجات ب 500 اللي هي الاسدالات وفي بقى 700 و 800 و 900 وفي حاجات بتعدي ال 1000 على حسب الموديل. الاساسي كله معدي ال 1000 يعني الحاجات الجميله دي كل ده الشغل ده مفتوحه دي مفتوحه يا جماعه دي على كوتشي دي جميله 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 عندنا من الملاحف الملونه دي اشكال والوان مفتوح ومقفول جميله جميله جميله. الله بص الملونه دي دي الخامه دي دي قطعتين البيزك بتاعها قطعتين حلوه قوي قوي دي عارفه الخامه دي عندي منها عباية مجاهد رهيبه. بص يا جماعه عايزه اقول لك البيزك بتاعها نفس الخامه على على الوشين يعني لوني. لون لون فاتح ولون غامق فكره جميله من ورا غامق من الحاجات الجميله اللي في ايدك دي بقى انا داخله الاقيكي ماسكاها. بصوا مجنناني الله بصوا يا جماعه الحاجه الاصليه برضو سبحان الله ليها احساس تاني. بصوا عايزه اوريكم كده بصوا يا جماعه بصوا الخامات الموديل ده عايزه اقول لك لما بيتكرر معانا الزباين بتستناه ده مش عارفه ليه سبحان جميل. الله جميل عندي منه في فستونات عندي منه ده بيبقى مريح جدا في اللبس جداً عندي منه ده بتاعه بيبقى واسع وروع اللي تعجبها حاجه تاخدها سكرين شوت يا جماعه وتلحقها لان في حاجات زي ما قلنا بتبقى قطعه واحده. في المكوى لسه بامر الله ما طلعش بس عشان التصوير. طيب بس ما شاء الله الشغل ده لسه واصل يا مجاهد جميل جميل وكتير احنا طبعا مش هنلحق نكمل. لا احنا معاكي اهو فرجينا بقى عشان الناس اللي عايزه تشتري عبايه او عندها مناسبه من ورا هو دي هاند ميد يا جماعه فيها تطريز كده تطريز بص تطريزها جميله قوي دي برضو حاجات بسيطه عندي ساده كتير بقى للحج والعمره باشكال وانواع مختلفه ما شاء الله ما شاء الله دي حاجات سيمبل قوي. بصوا التفاصيل اللي على الكم ولا الخامه اصلا يا جماعه بصوا التحفه ايه الجمال ده بصوا الخامه بصوا الخامات اللي هي الروح اللي هي جميله ما فيهاش الا زرور دي بسيطه كده جدا. في ناس بتبقى عايزه الحاجات السيمبل دي موجوده انت منتقبه بيتسال عليها كتير سبحان وفي الله عرايس يعني. بتجهز بتحب العبايات الخليجي تاخدها تعينها في جهازها برضو لا غنى عنها لا غنى عنها. انا عايزه ابعت لكم يا جماعه اوريكم التحف العبايات منها لونها اسود بتبكس للصوره في جميله موجبين الحاجات اللي مش اللي مختلفه في مفيش البراند بتاعها وماشة تانية داخله فيها تحفه. بتبقى الحاجات دي نازله على واسع كده شويه يا جماعه نازله على واسع في بقى روح الكارد اللي هي المفتوح بقى أيوة. اللي هو بس بيتلبس مفتوح تحتها بيزك كده ولا حاجه جميله عندنا اشكال كتيره والحاجه عن قرب خطيره يعني بصوا بصوا لما اقرب لكم التفاصيل والخامات تحفه 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 يا جماعه ما شاء الله. بصي الطعومه ده بصي امسكيه بس كده ده بيتلبس عليه جيب الله جميله 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 دي نازله كده من جنبين طويله زي تونيك وريها لنا شبه اللي انت لابساها كده يا مجاهد بس بيتلبس تحتها جيب بقى كده الله بص يا جماعه رهيبه هنوريها لكم حد يقيسها في التلبيس تحفه تحفه جميله. البنات لبسوا دي متهيألي ما لبسوهاش لا ما لبسوهاش خساره دي جميله دي عايزه جيبه كده تبقى ستايل خليجي قمر جميله جميله الحاجات المفتوحه برده اهي دي كلها اوبنات يا جماعه او اوبنات مفتوحه بناتي الناس اللي بتحب الابيض في السود على أيوة. كوتشي كده جميل كل ده خليجي حرير اصلي كريب اصلي ساتان اصلي دي الخامات الاصليه طعمه وتركيب الالوان الحاجات اللي الناس اللي بتحب الحاجه فيها لون بنات اللي لسه مش
تحف يا جماعه، تحف اهي. دي بقى كده دي كلها الملاحف بقى يا شوشو. تحفه يا مبيهات، دي ملاحف يا جماعه، كل ده ملاحف. اعملي منشن لمامتك ولايك للفيديو ده عشان الفيديو ده يوصل للناس اللي بتعشق الحاجات القيمه دي. بصوا يا جماعه، احنا لو نزلنا اشترينا عبايه من محلات شعبي هندفع مبلغ كبير، 900 و1000. هنا هنا بقى بتاخدي خامه نفس السعر تقريبا، بس بتاخدي خامه حاجه كده قيمه، تبقي لابساها قصه مظبوطه، خامه ما تحرركيش، وحاجه شيك محدش لابس شكلك او زيك. بصوا يا جماعه، مجهد التشكيله المره دي انا قلت لهم في اول الفيديو انتوا هتشوفوا النهارده حاجات تحف، ومش كتير بتيجي التشكيله كده. يعني مجهد بتقول لي المره دي ما شاء الله الحاجات مميزه. بصوا الخامه دي كده، دي ما شاء الله، دي واسعه كده. بص عامله ازاي، دي تتلبس زي كاب كده، جميله جميله. تحتها بتنزل منها العبايه بتاعتها. الله، بصوا دي يعني يا اما عبايه كده نص ملحف يا اما ملحف كامل، ما شاء الله. اسودات بقى كتير باشكالها للبنات والناس اللي راحوا، وفي بقى تلبس كل المقاسات يا مجهد، يعني مهما كان المقاس نلاقي. ايوه طبعا، الحمد لله المقاسات موجوده، هو بيبقى الفرق في الطول. الطول وعالجنا الطول بقى بيزك، عالجنا الطول بجيب، يعني الحمد لله بدات الناس تتفهم الامر ده جدا. ما شاء الله، بس عادي في حاجات طويله عادي. لا لا الحمد لله، في حاجات طويله اطوال، اطوال يعني ما شاء الله، الحاجات طويله يا جماعه، في حاجات بتبقى موديلاتها قصيره اصلا. ايوه الناس بقى بيبقى الكويتي بدات تاخد بالها من الفكره اللي هو الموديل الكويتي. بصوا هما لازم يجوا يا مجاهد، لازم تزوروا محل كوارير، وزي ما صورت لكم العنوان في اول الفيديو يا جماعه، المحله الكبرى شارع الجيش امام كافيتيريا المصريين، او الشارع اللي امام عز الشام بتاع الشاورما. شفتي الطعم؟ بصوا دوش جدا. عملنا دي سيشن، ده كان حلو قوي يعني ما شاء الله. معظم الحاجه ان شاء الله هنا هيبقى ظاهره في التلبيس، يعني مش هنقيس حاجات كتير يا جماعه. ماشي يا مبيهات، هنبدا نقيس يا جماعه بقى التحف اللي موجوده عند كوارير. ده تالت فيديو نصوره هنا، عايز اقول لكم ان ما شاء الله هايدي، هايدي معانا بسم الله ما شاء الله ربنا يحميها، طويله جدا. طولك كام يا هايدي قولي لهم؟ 177. يعني بصوا اي عبايه هايدي هتلبسها اكيد انت لازم تقصريها، لانه ما شاء الله هايدي طويله. العبايه دي يا جماعه كتين، خامتها قمر زي ما انتم شايفين كده، تحفه ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. دي طبعا حاجات كلها خليج يا جماعة، وما تلاقوهاش غير عند ام جهاد. ام جهاد ايه الحاجات الحلوة دي؟ ربنا يخليكي. نازلة السنة دي بكوليكشن قبل العيد الكبير، خطير تحفة ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله. الشحن يا جماعة بيبقى متاح، واسعار الحاجات دي بتبدا من 850 جنيه لانها خليجي. في اسعار بتزيد، الناس اللي عايزة عبايات فخمة زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو تتفرج على الفيديو ده، لان الحاجات دي قيمة جدا جدا. ايه والتفاصيل عندنا ما شاء الله، يعني اصلا الموديل ده عندنا كل السري بتاعه ما شاء الله، من اول لارج لغاية 3 اكس لارج، لحد 3 اكس لارج، هي كل الوانها رصاصي كده يا مجاهد. وهي اصلا ما شاء الله فري سايز، يعني الفرق بيبقى بسيط جدا. طيب كويس، هي تلبس كل المقاسات يا جماعه ما شاء الله، وافيه وحاجات راقيه. في ناس بتسالني احنا مش عايزين العبايات المنتشره، عايزين حاجه راقيه وشيك كده. يا شيماء متهيألي ان وصلنا اهو خلاص. ماشي تسلم. ماشي يا هايت، يلا البس لنا حاجه ثانيه، واستنوا نشوف ندى لبست ايه. ندى جت بعبايه كويتي تحفه. بصوا بقى يا جماعه، مش هتكلم كتير عشان ام جهاد بتقولي انا عايزه افرجهم على الحاجات احسن في اللبس. دي حلوه قوي يا ندى، دي شبه الشميس اللي انا لابساه اللي عاجبك، بس دي فيها شويه تفاصيل. مقفوله بقى، جميله خطيره قوي يا جماعه. بصوا تحفه، انا لابسه حاجه شبيهه بيها كده بس ما فيهاش الكسر دي. قمر، دي كويتي. ام جهاد دي الحاجات دي ده كله كويتي ما شاء الله. طبعا وان بيس بس، مفيش يعني، هو بيبقى والطول زي ما انت شايفه كده تلبس لغايه 160. انا 170. ما هو ما شاء الله على كوتشي عادي بيبقى، حتى معظم الموديلات الكويتي حتى لو قصيره شويه على كوتشي بتبقى عموما. ده ما شاء الله تحفه، بس اصل 170 جايبه معايا كويس قوي. ما شاء الله، والخامه حرير كويتي حلوه قوي، وكاجوال جميله جدا في الكليه برضه. جميله حلوه قوي للبنات الجامعه والناس اللي بتحب تحفه تحفه. دي اصلا مش شرط عبايه، دي كاجوال. أيوة يعني شميس كاجوال كده خطير. ماشي يا جماعه، في حاجات كتير هنقيسها فعشان ما نطولش عليكم. طبعا الخامه انا عايزه اوري لهم الخامه الكويتي بقى اللي لبس خليجي قبل كده. عارف احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ عارف. بصوا ما شاء الله، يلا نقيس حاجه تانية. لايك واستنونا لان كل حاجه قمر النهارده. الملاحف اللي مش هتلاقوها غير هنا يا جماعه، بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله الملحفه عامله ازاي، وتلبس مقاس اوفر سايز. هو كاب شيفون يتلبس تحته بيزك، كاب ده كاب شيفون يتلبس تحته بيزك كده خطيره. بتهيألي دي برضو وان بيس كده. ما شاء الله، مفيش غير كويتي. تحفه تحفه يا جماعه، تفاصيلها خيال. قمر، دي قمر، دي زمانها غاليه بقى يا مجاهد، يعني دي فوق ال1000. دي فوق ال1000. بصوا يا جماعه جميله. طبعا كل حد بيعجبه الحاجات دي وفاهمها وعارف يعني ايه لبس خليجي وكويتي يلحقها على طول، لانها مش هتستنى يا جماعه. انا عايزه اجي لكم من بعيد كده اوريكم هايدي، طويله كمان على هايدي ما شاء الله،
شكلها قمر يا جماعه، خطيره يا مجاهد، تحفه بجد، بسم الله ما شاء الله. يلا يا جماعه نقيس حاجه تانية، واللي تعجبها حاجه تلحقها، لان الحاجات دي في ناس بتبقى بتدور عليها وما صدقت انها عرفت محل قوارير كوليكشن كبير عشان العيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين. كويتي ده مجاهد برده، كويتي يا جماعه، ده الحبايات الكويتي بقى اهي برده، بصوا ما شاء الله، بصوا دي تنفع منتقبات، محجبات، الناس اللي بتبقى عايزاها للعمره، حاجات جميله يا جماعه. كان الفيديو ده عايز يبقى بدري شويه عشان الناس اللي طالعه الحج السنه دي ما لحقناش. تحفه، الناس كانت بتاخد الخامات دي وتيجي تطلبها على تحفه 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 يا جماعه، الخامات يا جماعه، الخامات يا جماعه، الخليجي تحفه تحفه، حلوه قوي. داري كده يا ندى، الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه التفاصيل، ما بنشوفش الحاجات دي كتير، العبايات السمراء اللي في المحلات كلها منتشره وخامات ما عادتش تنفع، لا هنا بتاخدي خامه وجوده وحاجه ما حدش لابس زيك غيرها، ما شاء الله. ماشي يا ندى، يلا نقيس حاجه تانية، يلا بينا. ماشي يا جماعه، دي ملحفه كمان، بس مش ملحفه واسعه قوي، يعني تحسوا انها عبايه بس واخده شكل الملحفه، متفضفاضه كده وشكلها جميل جدا ما شاء الله، حلو قوي يا جماعه. اللبس عارفين عبايات تخض كده، يعني عايزه حد بقى يبهر يعني تبقي لابساها تبهري الناس بيها، جميله ما شاء الله. دي كويتي برده يا جماعه، الاسعار مش مستخبيه، الاسعار من اول 850 جنيه 1000 لحد 1600 جنيه. طبعا عشان تعرفي الموديل اللي عاجبك خدي سكرين شوت وابعتي لامه جهاد على رقم التليفون اللي ببقى سايبه لك على الشاشه، تطلبي اللي انت عايزاه. الحاجات دي لو حتى انتوا في الصعيد توصل لكم عادي جدا. في ناس بتدور على الكويتي والخامات السعودي دي يا جماعه، حرير سعودي، خامات كويتي وقطري ما تلاقوهاش غير عند ام جهاد، وهي زباينها طبعا عارفينها وبيجوا ياخدوا الحاجات الحلوه دي من عندها. تحفه تحفه، جميله 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 يا هايتي، جميله قوي. بصوا يا جماعه التفاصيل، عسل يعني ما شاء الله، حلوه قوي. تسلم ايدك يا ام جهاد حبيبتي، ربنا بصراحه حاجات حلوه قوي. ماشي يا جماعه، يلا نقيس حاجات تانية عشان ما اطولش عليكم، لان لسه في حاجات كتير تحفه. ماشي يا جماعه، بصوا احنا مبهورين بكل عبايه بنلبسها، وبصراحه الواحد مبسوط ان هو بيشوف حاجات مميزه. الخامات ايه يا جماعه؟ حرير كريستال كده، الله ده ايه ده، بصوا ده التطريز ده كده تقيل، ما شاء الله جميله قوي يا مجاهد. عايزه اقول لك ولا استرسايه وقع في البراند بتاعها. بصوا يا جماعه اقسم لكم بالله من اجمل الخامات اللي شفتها في حياتي، والله العظيم خامات ايه ده، ما عادش اصلا الخامات دي موجوده. ما شاء الله، فعلا اللي في الخليجي، ايوه تحفه، حلوه قوي قوي قوي. ندى هجيب من بعيد كده تولعها لهم، جميله دي، تلبس كده ما شاء الله، يعني لحد 80 كيلو، لحد 80 كيلو. جميلة جميلة جميلة، تحفة ما شاء الله، تحفة تحفة، حلوة قوي يا جماعة. ايه رأيكم؟ التفاصيل كلها حلوة، عايزة حاجة سيمبل وبسيطة موجود، حاجة فيها شغل موجود، ولسه هنشوف حاجات سواريهات، ولسه في كمان اللي هي الازدالات والحاجات الحلوة دي هنشوفها. لايك بقى واستنونا عشان الفيديو ده بجد تحفة. مع بنقيس بقى دلوقتي، هفرجكم على كل قطعة موجودة عشان الناس اللي عايزة تيجي تشتري تشوف وتبقي عارفة كل الكوليكشن الموجود. بس طبعا مش هنقيس كل الكوليكشن، لان ما شاء الله كميات النهاردة كبيرة قوي، سواء مصري، في حاجات مصري مميزة، وفي كويتي واماراتي وسعودي وقطري كمان، يعني النهاردة كل الدول العربية معانا. جميلة حلوة قوي، دي عاجبة ندى قوي، كاجوال كده شبه الملحفة، بصوا عاملة ازاي، بصوا يا جماعه الجمال، تحفه تحفه تحفه. تسلمي يا مجاهد، تسلمي، ده اصلا ملتحه فيها، هي معجباها قوي. ماشي يا جماعه، هنكمل مع بعض، المقاسات كلها موجوده، ظبطي مقاسك بقى على الواتس مع مجاهد، وما تيجي تختاري اللي انت عايزاه. العبايات على فكره اللي في المحلات العاديه يا جماعه دلوقتي بقى بينطقوا فيها 1900 واسعار كده غريبه، لا تعالي خدي حاجه محترمه وكويتي وخليجي، بس بسعر ما شاء الله مناسب للخامه اللي انت بتشتريها. تمام، يلا لايك واستنونا نكمل مع بعض. هايدي لبستها دي كمان تنفع سواريه لو انت عندك مناسبه، لانها عامله زي الكاب كده، وفي نفس الوقت واخده شكل الملحفه. بصوا الكم عامل ازاي، بوري لهم يا هايدي الكم بتاعها كده، بصوا واسع ازاي يا جماعه، بصوا الحركه اللي فيه، بصوا ما شاء الله تحفه، ولا التفاصيل اللي في الجنب دي. بصوا يا جماعه ايه رايكم، جميله جميله، بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. دي عايزه حد طويل كده، لان ما شاء الله هايدي كمان لبست هيلز عليها. بصوا الخامة بقى يا جماعة، الخامة يا جماعة، على فكرة دي تصنيعنا يا شوش، ما شاء الله، والله خطيرة. هو الكم الشيفون ده لازق فيها؟ ده كم مثلا عندنا، بس يا جماعة كم سواريه، كم اللي هو التول ده، جميلة جميلة قوي يا مجاهد. خامتها انا فكرتها على فكرة خليجي، واحنا بنجيب الخامة مستوردة برضه، لو صنعنا بننزل خامات مستوردة. تسلم ايدك يا مجاهد، جميلة جدا، عجباني قوي يا جماعة، دي حلوة قوي. بصوا من بعيد عاملة ازاي، بصوا التحفة، عندنا منها مقاسين، موجود منها مقاسات، تتلبس مفتوحه وتتلبس مقفوله. تمام، 100 100، ماشي يا هايدي تسلمي. ماشي يا جماعه نكمل ونقيس حاجات كتير، استنوا. مع ندى اختارت الملحفه دي على ذوقها وقاستها، بصوا التحفه. هو كارد مفتوح برضو كويتي، جميل، ده كارد كويتي مفتوح، يعني ده مثلا سعره يبقى كام يا مجاهد؟ قول لنا 1450، ده 1450 يا جماعه،
1450 بس قطعه عبايه او بصوا كارد يعني خامه ما شاء الله. ده كويتي بقى اصلي، ده ركب الطياره وجه. ايوه عارف ما شاء الله. الحاجات دي في توكيلاتها بتبقى بالافات مؤلفه يا جماعه برضو، فهنا احنا برضو بناخدها بسعر كده كويس. انت لو نزلتي زي ما قلت لك سالتي في المحلات على عبايات سعرها اصلا بقى كده بيبيعوا ب 1000 وي، بس مش كويتي بقى، لكن انت بتاخدي زي ما قلت لك قطعه مميزه. ماشي منها تاني يعني اللي بيطلب يعني للاسف ما بيلاقيش منها تاني. جميله خطيره قوي ما شاء الله. ماشي يا جماعه يلا نكمل مع بعض ونقيس باقي الحاجات اللي موجوده. ماشي يا جماعه مكملين مع مجاهد التشكيله اللي موجوده، لان احنا شفنا دلوقتي الخليجي دي بقى مصانع مصري بس خامات عاليه ومصانع عاليه. ايوه الحمد لله معظمها تصنيعنا الحمد لله ما شاء الله. دي عبايات هي للمنتقبات والناس اللي بتفضل بتحب الحاجات الاسود. دي قطعتين مع بعض دي يا مجاهد. البيزك بتاعها ومقاساتها كلها. بصوا اللي جايه دي شبه الخليجي بالظبط. دي خطيره مصري. دي رهيبه تحفه. دي رهيبه. بصوا يا جماعه تفاصيلها. بصوا يا جماعه العبايات، خدي سكرين شوت بالعبايه اللي عجبكي فورا، لان الحاجات بجد حلوه ولما توصل لك شحن او هتيجي تاخديها هتدعي لي انا متاكده. تسلمي يا مجاهد، دي برده حلوه جدا. دي جميله جدا وكاجوال قيمه جميله قوي قوي قوي، تنفع للناس اللي بتشتغل وكده. ما نسيناش امهاتنا برده العبايه دي الله، مقاساتها كلها تلبسها كبير اصلا. الامهات بيحبوا الحاجات دي مقاس كبير يا جماعه الامهات. حلوه قوي. يعني دي تلبس مثلا كام كيلو المجاهد؟ ما شاء الله لغايه 140 كيلو. 140 طيب المصنع كويس. بينزل بمقاسات كبيره قوي، معظم الامهات اللي عندنا هتلاقي تلبسها كبير اصلا يا شو. 100 100 ما شاء الله. يعني دي كل دي امهات يا مجاهد؟ دي امهات وعندنا بتلبس طيب. مقاسات كبيره الله. دي امهات يا جماعه وتنفع برده صوري ومناسبات. جميله جدا الناس جميل. بتبقى عندها مقاسات كبيره تمام. بيجوا ياخدوا طبعا يا مجاهد كل اللي هيجي بقى تبع الفيديو يتعمل له خاص ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. عشان دي قلت احنا شفنا الفيديو مع شيماء تحسوا ان انتوا ليكوا ظهر كده. الله العبايات دي ما شاء الله ابيض عشان الحج والعمره. دي في منها ابيض يا جماعه. في منها ابيض. بصوا احنا قسناها اكيد حطيتها لكم في الفيديو تفاصيلها تجنن. الابيض بتاعها للعمره تبقى خطيره. حجاج بيت الله الحرام. قولوا لهم شفتوا قد ايه فرقكم؟ شفتوا في ناس اطول مننا ما شاء الله حساسين. بصوا يا جماعه التحفه دي كمان، دي برضو اوبن كده مفتوح، ينفع كاجوال، ينفع تلبسيه تحته بيزك برضو يبقى زي عبايه. ده كويتي برضو يا مجاهد؟ كل ده كويتي. كل ده كويتي. ثلاث خامات في بعض، حرير حرير مغسول ولونين، ثلاث الوان حلوين جدا ما شاء الله. ثلاث الوان في بعض أحسن. ما شاء الله. بس يا جماعه طبعا الخمارات برضو، النقاب موجود برضو. النقابات بدون اسم والطروح كل انواع النقابات الحمد لله ما شاء الله. يا جماعه اللي تعجبها حاجه تلحقها، لان كل قطعه ما فيش منها تاني غير حاجات بسيطه في منها مقاسات. يلا نكمل عشان ندى تقيس لنا حاجه كمان. ماشي يا مجاهد قول لنا تفاصيل العبايه دي كمان. ان شاء الله. دي ملحفه كده جميله جدا، كنت لابس تحتها جيب زي ما انت شايفه. كاجوال وبجيبين كويتي برضو، تنفع برضو للنقاب. روعه روعه وبلاسه جدا 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 تفاصيلها روعه. ولو حد طوله اوكي ولو حد قصير بنلبسها له على جيب كده تبقى زي الاتنين. ما هو دلوقتي البنات بقت بتلبس اللي هو الاكستنشن ده بالظبط. جميل اي حاجه جمع. مقصيره يعني علاجها بيبقى جميل قوي مع ادناء او بيزك تحتها. تحفه تحفه يا جماعه. وندى النهارده كانت شغاله من بدري فمش قادره خالص. هبطانه بس بصراحه الحاجات تستاهل ان احنا نوريها لكم، لان بصراحه كوليكشن جميل. الناس اللي عايزه تشتري قبل العيد تلحق بسرعه. ماشي يا ندى يلا غيري بقى. حاجات الناس اللي بتحب الحاجات الابيض في السوق ما شاء الله. العبايه دي تحفه وناجحه معانا جدا بسم الله ما شاء الله. بناتي كده فاهمه سكوتي حلوه ما شاء الله. ودي تلبسها تحفه 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 تحفه. دي تحفه يا جماعه معانا كويس قوي في رمضان. بصوا خامتها جميله وتلبسها جميل. بصوا كده اللي بتلبس عبايات تبقي لبستي عبايه صح من الاخر والله العظيم يا جماعه. عبايه عبايه. طب مثلا حاجه زي كده المصنع عامل عليها خصم ماشي ما شاء الله. بكام بقى؟ بكام؟ ب 850 جنيه. ماشي يا جماعه دي عاليه. وقطعتين 850 ومنها كميه الحمد لله. تمام يعني تمام. الحاجات السواري كاتبين منها بخاماتها ومصورين منها حلو قوي. يعني اسكوا ده يا جماعه دلوقتي ونشوفوا في اللبس. بس احنا بنفرجكم الحاجات اللي احنا ما لبسناهاش عشان نبقى شفنا اكبر كميه موجوده. عندها افراح او عايزه عبايات سواريه او ملاحف سواريه اهي يا جماعه. دايما كنت مع عند ام مجاهد اقول الحاجات دي بقى ام العروسه ام العريس حاجات الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله على الجمال ما شاء الله. شويه عبايات في الجون اللي وقعت في ايدها الفيديو ده محظوظه. ولو كمان لو هي بتحب اصلا العبايات اكيد قاعده مبهوره وانت بتتفرجي. جميله وتلبس ما شاء الله. بصوا مقاس مقاس البيزك بتاعها بيزون حلو ويمط بيجيب اي مقاس. يعني البيزك اللي تحت ده معاها يا مجاهد ما شاء الله. معاها بيزك ماشي. لا مش بتاعك ده اللي تحت ده بتاعك. لا هي معاها بيزك يا جماعه عشان اللي تحت هايدي بتاع هايدي. جميل تحفه ما شاء الله حلو قوي يا هايدي. ايه رايكم يا جماعه في التحف دي؟
خطيره 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 عجباني قوي. بحب اصلا العبايات اللي فيها دايما استرسات. اه ما شاء الله ولا استرسايه برضو يعني ما شاء الله امان جدا، واللي خد منها يعني ما اشتكاش خالص من الاستراس بتاعها. جميل ماشي يا جماعه يلا نكمل عشان نقيس احسن ونشوف الحاجه في اللبس. دي يا جماعه عبايه رهيبه رهيبه جميله، وخامتها وستايلها خطير. انا متاكده ان انتم مبسوطين بالستايلات كلها، واول مره تشوفوها معايا هنا عند ام جهاد في محل قوارير. الستايل تحفه والتفصيله بتاعتها حلوه على فكره، هي قطعتين معاها البيزك بتاعها ده، وكمان الطرحه دي كمان معاها قمر. هي اصلا هايدي كانت معجبه بيها قوي، ام جهاد قالت ما كنتش متخيله انها تبقى حلوه قوي كده في اللبس. تنفع سواريه كمان يا ام جهاد؟ تنفع جدا. بصوا يا جماعه العبايه الحلوه دي، دي حرير ما شاء الله، تنفع سواريه برده جدا. حرير كوريشه وبالبيزك بتاعها برده جميله. اللون الاسود اهو منها يا جماعه، احنا حاطينه عشان تشوفوه، عايزين الاسود او الرصاصي. الاسود وتحته وتحت البيزك بتاعه بيج، والرصاصي تحته البيزك اسود. جميله ما شاء الله، حلوه قوي يا ام جهاد، تشكيله حلوه وقيمه وعبايات تشرف. لو عندك مناسبه حاجه قيمه يا جماعه. جميله ما شاء الله يا هايدي، هايدي اصلا مبهوره بالعبايات. ماشي يلا نكمل مع بعض ونشوف باقي الحاجات الحلوه دي. دي ما تتفوتش، دي عبايه ما تتفوتش يا جماعه، دي تحفه فنيه. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، قطعه مميزه سرمة. بصوا تطرزها سرمة يا جماعه، تحفه دي تحفه يا جماعه. دي حاجه بقى واضحه يعني، تبقي لابساها باين انك لابسه حاجه مميزه. جميله جدا دي برضو كويتي يا مجاهد. اه كويتي يا جماعه، كويتي يا جماعه، تشكيله خطيره من العبايات النهارده. الله بصوا في المرايه عامله ازاي، ورينا كده يا ندى. بصوا تحفه، بسم الله ما شاء الله، جميله عجباني اصلا من ساعه ما دخلت قلت لمجاهد العبايه دي حلوه حلوه قوي. ندى طبعا محليه العبايات اكتر. ماشي يا جماعه يلا نكمل ونقيس احسن عشان تتفرجوا، لان اللي بيبقى مهتم يشتري بيبقى عايز يشوف كتير. استنونا كنت انا كنت قاعده دلوقتي واندمجت كاني بصور يا جماعه. على فكره كلمه جماعه دي بقي على طول. ايوه تلاميذ يا جماعه ما شاء الله. بصوا يا قمرات يا جماعه، العبايه القمر دي حلوه قوي. انا قاعده قبل ما اصور قاعده اقول لهم دي تحفه يا جماعه، هي دي بتقول لي في ايه يا شيماء انت بتصوري ولا ايه؟ قلت لها اه اندبكت. بصوا جميله جميله جميله، ولايقه مع لون الاي شادو اللي ندى حطاه برضه البلاشر والاي شادو. حلوه قوي دي، اوبن يا جماعه مفتوحه خطيره. خامتها الكتان دي ولا ايه؟ كتان او كويتي برضه. كويتي برضه كتان. عندنا بالكاردينات دي كتير بقى بتطريزات مختلفه. حلوه دي بفكر فيها يا جماعه، في منها واحده ثانيه هقيسها، لو عجبتني وعايزين تاخدوا زيي يبقوا تعالوا قيسوها لانها حلوه قوي ما شاء الله، جميله جدا تحفه تحفه. ماشي يلا نكمل ونشوف باقي العبايات الحلوه اللي عند مجاهد، لان كلهم بصراحه احلى من بعض النهارده. بنكمل يا جماعه مع هايدي القمر العبايات الحلوه دي. دي برده عبايه احنا كنا مصورين تصميم شبهها وكانت ناجحه جدا معانا، ام جهاد قالت لي انا مبسوطه قوي انها نزلت تاني لان الناس بتحب الستايلات دي. جميله لونها حلو اماراتي كده ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ستايلها اماراتي يا جماعه، بصوا عامله ازاي. الله حلوه جدا جدا، جميله خامتها جميله. في منها لون تاني، كان في منها لون تاني الاخضر كده كده زيتي، ونزلنا الكحلي بتاعها ده الاسود، ودلوقتي الاسود وتلبس ما شاء الله مقاسات. لا ما شاء الله البيزك حلو قوي. الخامة يا جماعه بتاعتها بصوا عامله ازاي، الخامات اللي هي الحرير السعودي دي الجميله، جميل ما شاء الله. طبعا مش محتاجه اتكلم على جمالها، هي واضحه وصريحه وبتقول لنا كل حاجه عن نفسها. العبايه الحلوه دي وهي اصلا اتطلبت كتير، فاللي كان عايزها وخلصت يجي يلحق. الطرحه دي معاها على فكره يا جماعه، دي طرحتها بصوا عامله ازاي، نفس التطريز موجود في الطرحه ما شاء الله. شكلها من بعيد اهي عامله زي الملحفه كده قمر. جميله يا هايدي، هايدي كمان محليه. يلا بقى نكمل عشان تشوفوا باقي الحاجات الحلوه. الله 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 الله، دي اعشق الحاجات دي. دي بقى دي وهميه مجاهد، تحفه تحفه دي وهميه يا مجاهد. دي منها فيها بتتكلم عن نفسها كده، دي جميله، دي ما فيش عليها جدال، دي اللي تلحقها، دي اللي تلحقها يا جماعه. برضو فاضل بصوا ماشي، دي حاجات بقى فيها استرسات الخامه دي الشروه. دي مصري بس يعني مصنع يعني مستورد، حلو قوي. انا بوريكي الاسود في اسود علشان بس يعني حيرتينا يا مجاهد. احنا اخترنا يا جماعه امهاتنا الحلوين اللي بيتابعوني، دول امهاتي واخواتي، معرفتنا بام جهاد هديه. انا ما عدتش بصور لكم كتير اليومين دول غير عند الناس اللي تستاهل، ان انتوا حتى لو بتشوفونا من محافظات بعيده وهتيجوا سفر يبقى الموضوع يستاهل. والله العظيم يا جماعه هي بتحب شغلها جدا، ودايما تجيب حاجات جديده وعايزه تجيب حاجات مميزه، فانت لما تيجي تشتري هتبقي زبونتها بجد. بصوا بصوا بصوا، دي ينفع تتفوت يا جماعه، دي ينفع تتفوت كده، ينفع. بصوا تفاصيلها جميله،
الحاجات دي برضو باشكالها بالوانها تمام ما شاء الله تحفه مع اختلاف التطريزه عشان بس نعرف ايه الفرق فاهمه في حاجات بتبقى تطريزه كده تطريزات مختلفه يا جماعه من الحاجات دي اشكال كتير بقى تمام ومقاسات برضو دي تلبس ما شاء الله دي تلبس بس دي اصلا وان سايز يعني ماشي. ما شاء الله تلبسها كويس قوي حلو قوي مجاي كاجوال ما شاء الله حاجه زي كده انت خالص دي مفتوحه كده من هنا عشان الحزام مفتوحه من هنا يا جماعه عشان بيدخل فيها حزام الحاجات دي ما شاء الله ما بتبطلش عندنا ما شاء الله لا يا مجاهد يعني تشكيله الملاحف ما شاء الله كبيره العبايات كبيره الخليجي الكويتي القطري السعودي تمام فاكر العبايه دي جبناها طيب. دي كانت مطلوبه جدا حلوه قوي ماشي يا جماعه لايك للفيديو هنقيس شويه حاجات حلوه لان ما شاء الله الشغل كتير ولسه هنشوف الاسدالات والحاجات القمر اللي تنفع للصيف بقى والمصايف مع مجاهد القمر استنونا مع القمر دي عبايه كده برضو قطعتين سواري ماشي يا جماعه دي برضو للناس اللي عندها مناسبات في العيد بقى وكانوا ضايفين على حاجه بتهيألي انتوا لقيتوا كل اللي مناسبكم في الفيديو ده مقاسات وموديلات والوان كمان متداخله ببعضها مش اسود ساده بس ما شاء الله برضو بتليق مع اي مقاس حلوه قوي تحتها البيزك بتاعها معاها جميل الله هو ده قط ولا بكم كم يعني ممكن يتلبس لوحده مثلا لو هي جسمها رفيع كده شويه وعندنا كذا تطريزه منه مختلفه يعني من نفس العبايه الملحفه دي كذا تطريزه مع اختلاف الورد اللي فيها خطيره بصوا يا جماعه جميله قوي الملاحف دي بصوا شكلها قمر 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 حلوه قوي دي برده سعرها اكيد معدي ال 1000 جنيه ايوه هتستاهل يا جماعه الحاجه برده الغالي الثمن وفيه جميله البيزك بتاعها تحفه ومطرز ومعاها بتاعتها لا جميله جدا جميله ما شاء الله ماشي يا جماعه دي برضو اوبشن حلو قوي لو حد عنده مناسبه وعايز حاجه قويه تلفت النظر والناس زهقت كمان من الاستراس والخرز هو الموضوع ان كل تطريز منه فيه يعني بتلبس حتى بالنهار مش ملفته قوي ما شاء الله فهماني يا شيماء حلوه ما شاء الله تسلم ايدك يا مجاهد جميله يا جماعه لايك للفيديو الجميل ده ويلا نشوف باقي الحاجات الحلوه اوعوا تنسوا اللايك اهم حاجه يا جماعه العبايه القمر دي بقول لمجاهد احنا هنعوز منها كميات لانها بسم الله ما شاء الله تحفه خطيره قوي شايفين دي مش طرحه فيها ده هي كابيشو بيتلبس كانه طرحه كده وهاديه وجميله للمنتقبات حلو قوي يا مجاهد بصوا يا جماعه الكم عامل ازاي دي خطيره دي هتقلب الدنيا دي ببقى عارفه ايه اللي هيعجبكم دي في ناس مش هتنام كده بسببها خطيره حلوه قوي طبعا تلبس مقاسات كل المقاسات موجوده وهي قطعتين يا مجاهد لا هو قطعتين بس لابسين يعني لازقين في بعض لازقين في بعض هي القطعه اللي تحت لازقه فيها يا جماعه حلوه قوي عجباني يا جماعه التفاصيل جميله خامتها تحفه بصوا تنفع برده سواري لو عندك مناسبه شكلها قمر قمر جدا بصوا عامله ازاي وتلبس مقاسات كبيره يعني لو ام عروسه ام عريس ناس عايزه تلبس حاجات مختلفه لو زهقتي بقى من اللبس التقليدي حلوه قوي ما شاء الله جميله جميله شكلها جميل ماشي يا مجاهد هنكمل مع بعض عشان لسه في حاجات كتير هنقيسها ونشوفها على القمر اللي معانا استنون ملاحف وجمالها وعشاق الملاحف يستمتعوا بقى بالقطع اللي انتوا بتشوفوها دي يا جماعه حاجات قمر خامات قمر ناس اللي كانت بتشحن ان مجاهد تلحق بقى لان بتقولي بقى ليا زباين من عندك يا شيماء كل ما انزل حاجه يشحنوها على طول ما شاء الله حاجات جميله جميله يا جماعه حلوه قوي طبعا الخامات كلها كويتي اماراتي شايفين حاجات قيمه وخامه حاجات سيده بس الخامه اللي مختلفه حلوه لا قوي لا حلوه قوي يا مجاهد ما شاء الله الحاجه باين عليها يا جماعه باين عليها انها حلو تسلم مع الطرحه بتاعتها حلوه على النقاب قوي ما شاء الله حلوه على الناس اللي بتحب الحاجات الهاديه تمام ما شاء الله ماشي يا جماعه يلا نكمل مع بعض عشان في برده كذا قطعه مجهزينها نشوفها في اللبس بصوا يا جماعه القمر دي عبايه بقى مامه عروسه وش مامه عريس حد عنده مناسبه لانها كلها استرسات فحاجه كده مبهجه قوي بصوا في المرايه عامله زي اللمعه بتاعتها باينه خامتها خفيفه جدا حليب مغسول في استرس جميل حلوه اماراتي جميله تحفه تحفه الحاجات دي يا جماعه بصوا قيمه جدا مش محتاجه اتكلم واقول لكم الكلام ده انتوا عارفينه واللي بيقدر الحاجات دي عارف تسلمي يا مجاهد ماشي يا جماعه يلا نشوف باقي الحاجات الحلوه لان ما شاء الله الفيديو ده مليان تحف القسم ده الجميل بقى ده القسم الجميل اللي كل الستات لازم تشتري كده للعيد بقى وصلاه العيد منه والمصايف وال يعني تحفه والاستقبال جميل الاسدالات عندنا اسدالات الفراشه طبعا الحزام من جوه خامات بقى تحف خامات وحدث ولا حرج ومقاس وطول وايه يعني انت كده كده هتحبي تقصري كمان ما شاء الله ما شاء الله كل ده اللي هو الفراشه يا شوش ده بيتكرر دايما يا مجاهد دايما الابيض ده بنسال عليه الله ده بقى العرايس كده حلو قوي قوي ده بالنسبه للي هو الفراشه عندنا باشكاله وانواعه ده سعره معانا في الخمسميات وكده لا ما يعديش ال 500 ما يعديش ال 500 يا جماعه بصوا بصي الجمال ده بقى ده تحفه ده بيجوا ياخدوه للحج والعمره في العمره والحج حلو قوي قوي لانه بيتعامل معامله الخروج العبايه وفي نفس الوقت ما يحررش ميه ميه وعندي منه كمان الحزام بتاعه اللي هو مش واسع قوي الناس اللي مش عايزه حاجه تلبسها تكون واسعه قوي
بصي جمال شغال حلو جدا. الحاجات دي الناس بتدور عليها يا ام جهاد، اللي هي الحاجات اللي بتبقى اللي هو السهل الممتنع الخفيف اللي ما يضايقش. ما اشتغلنا شغالين منه يعني، بالذات الفسكوزات دي ما بنبطلهاش. جميل جميل الله، بصوا ده خطير الله. بصوا يا جماعه بحب الاشكال دي قوي قوي قوي، انا مش متداوله قوي. وفي ناس اللي هم الكبار بيبقوا عايزين حاجات جميله جميله جميله، يعني بنحاول ان احنا نوفي، لان احنا اصلا اخوانا في الازدالات في الاول يا شوشه. ايوه ما شاء الله. ماشي الستان بقى، الستان يعني صيحه جديده كده من الموضه، ناس اللي بتسالنا حلوه وهينزل لنا بالوان كمان ان شاء الله. ما شاء الله وايه اللي منه حلو بامر الله يعني. لا حلو يا مجاد في اللبس، لو انت جربتيه حلو في اللبس مريح. بقول لك مطلوب معانا وبدا يشتغل كويس قوي، وانا لابساه في البيت كده ببقى مبسوطه. عندي بقى كمان خامه جديده اسمها سي واي، اللي هي خامه البيزيكيه. جميل. بص يا جماعه حلو قوي للعمره برده والحج، وسعره حلو في نفس الوقت. بدل ما اخد عبايه يعني مكلفه البس اسدال ابيض. كمته جميله جدا جدا، مش بيلزق ولا بيشف، باختلاف اشكال والوان بقى روعه. ما شاء الله. بصوا يا جماعه اللبس القيم ده، بصوا قطعه عندك في الدولاب تخنيكي عم مليون قطعه. عندنا باشكال الحمد لله بالوانه. البيزون طبعا ما فيش غنى عنه خالص، شغالين فيه على طول. حاجات اللي هي البيزونات، بصوا يا جماعه حاجات البريستات، لبس هوانم بقول لهم لبس هوانم حلوه. الحاجات دي جدا في البيت، حاجات للبنات الحلوه دي. الحاجات دي لذيذه قوي في البيت، ودي سعرها بقى يعني مرتاح يا ام جهاد، مش غالي. 1500 وكده ماشي. والله هو كل الاسعار جت على الكل يعني. انا عارفه، بس عارفه هيبقى ارخص برضه العبايه لو عايزه تنزلي بيها تقابلي بيها حد. في نازلين للاضحيه لصلاه العيد الحاجات دي، ممكن الناس عايزه للمصايف. الحاجات اللي هي الزي المغربي ده، بصي الطعمه ده اللي هو بيسموه الفرنسي ولا بيسموه لا لا لا، ده زي حاجه زي برضه اسدال مغربي كده بكابيشو، كان عندي الوان كلها تحفه. ما تفهميش هو عبايه ولا استقبال. روح الفستان الفسكوز بصي الطعومه دي، كنت واخده منك واحد ابيض في اسود كده، عايزاكي توريه له. كنت بروح بيه المصيف يا جماعه، حاجات شيك قوي. بصوا ده خطير، ده انا واخده منه واحد من جميل. جميل جدا، من الحاجات الحلوه قوي برده. بصي الحاجات دي كلها تنفع استقبال. الكارديجانات عندنا باشكالها شغالنا فيها حلوه قوي في رمضان وفي العيد برده. تحفه تحفه مصايف، تحفه مصايف. ايوه الخامه دي جميله، محدش اشتكى منها خالص. الله الله جميل. بص يا مجاهد احنا عايزين كل حاجه، اللي عايز يشتري النهارده عايز يشتري كل حاجه. انا عارفه اللي بيتابعوني بيحبوا ايه، لان الالوان حلوه. الناس الصيف بيحب الالوان اللي هي تحفه، الفواتح الحلوه دي. خدوا سكرين شوت بسرعه، الحقوا الحاجات دي. عندنا الوان منهم بقى، بصي الوان الصيف، الوان الصيف الحلوه الفاتحه المبهجه. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دي قابلين عليهم خصم ان شاء الله باذن الله. تمام. من كنا بنبيعهم بنطلع منهم 950 عشان خاطرك يا شوشو يبقى 850. تسلم يا مجاهد. 800 كمان، 800 يلا يا الله. حاجات قيمه قوي، عندنا منهم اشكال حلوه قوي. طبعا يا جماعه اللي فايتوا الاسدالات الستان ده فاتوا كتير. انا عندي اسدال ستان في اللبس تحفه، ام جهاد كمان عندها شويه اسدالات ستان خطيره يا جماعه. بصوا الجمال، الستان ده في البيت في الحر كده كانك مش لابسه حاجه، مش حاسه ان انت حرانه ولا اي حاجه، فعلا طري جدا على الجسم وناعم. ففعلا اللي ما لبسش ستان اسدالات فايته كتير، فعلا تجربه. خدوا بقى اسدالات لو ما عندكوش ستان وشوفوا جمالها في اللبس، خطيره. تنفع كمان استقبال ضيوف، تنفع لو صلاه العيد يعني. صلاه العيد تنفع، خروجه كده سريعه استقبال ضيوف، عروسه عايزه شويه حاجات كده قيمه. منها قوي ان شاء الله نفتح باب جمله منها باذن في باب جمله منها كمان يا جماعه يعني. مش حلو قوي يا ندى عليكي؟ جميل. ماشي يا جماعه نكمل مع بعض عشان لسه في حاجات كتير قوي عايزين نشوفها عند ام جهاد القمر، وحاجاتها اللي مجننانا كلنا النهارده. استنونا. الاسدالات مميزه هنا جدا يا جماعه. بصوا كمان التصميم ده فسكوز قطن فظيع، خامته خفيفه قوي قوي على الجسم. بصوا عامل ازاي يا جماعه، ما شاء الله حلو قوي، لونه كمان جميل مريح جدا. جدا ما شاء الله حلو قوي. تسلمي يا ام جهاد. ده مثلا قلنا سعره هيبقى كام؟ ده عامل 550. طيب يا جماعه ده 550 50 يا جماعه. بس طبعا زي ما قلت لكم حاجات ارخص من كده، بس ده لسه نازل جديد حلو قوي ما شاء الله. ما شاء الله رسوماته جميله جدا، والخامه بتاعته حلوه قوي كمان، ومقاسه كبير. حلو ماشي يا دندون. ماشي يا جماعه يلا نكمل مع بعض عشان لسه في حاجات كتير عايزين نوريها لكم. القمر ده اللون الجامد ده يا جماعه والتحفه ده، ما شاء الله على هايدي القمر، محليه اكتر وقت. حلو قوي يا هايدي اللون ده عليكي. يا سلام تقولي ميرسي. لا بجد حلو ما شاء الله. بصوا يا جماعه التحفه، الله لا الاسدال ده جميل الله. عارفين لما شفته على هايدي عجبني شكله، قمر في اللبس حلو قوي. موديل الفراشه ده بقى اشكال كتير والوان جميله جدا ما شاء الله. الحزام من جوه بيتربط يعني، يتوسع ويتضيق براحتك خالص. تحفه
تحفه تحفه يا جماعه. الاستقبال حلو في العمره ما شاء الله ومش بيكش. جميل قوي يا جماعه الحاجات قمر. وبصراحه انا مبسوطه ان انا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ان احنا عرفنا موجهات. وعلى فكره انا باجي اشتري من غير فيديوهات ولا اي حاجه يعني زباينها خلاص بقى اللي بياخد مره بيجي على طول لما بيجرب الخامه ما تعرفوش تلبسوا اي خامه تانية. ماشي يا جماعه يلا نكمل مع بعض ونشوف في ازدال تاني قوي حلو قوي مجهزين. استنوا نشوفه مع بعض عشان طبعا هايدي تعبت جدا معانا النهارده ربنا يقويها كان عندها شغل كمان قبلنا فهي كتر خيرها انها قست لنا الحاجات الحلوه دي كلها. هي بقى كانت مصممه انها تقيس الازدال التايجر ده يا جماعه وفعلا طلع عليها زي السكر. بصوا القمر خطير 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 لايق عليها جدا وكمان النقشه بتاعته رقيقه حلوة قوي ما شاء الله. كل الحاجات الحلوه دي عند موجهات. تعالوا خدوا بقى للعيد خدوا بقى للمناسبات عندكم افراح للعرايس اللي بتجهز المصايف فرصه لو انت بتحبي الحاجات القيمه. وبصوا يا جماعه دي جرب الماتيريال بتاعنا دي حقيقي ما شاء الله جميل. تسلمي يا موجهات يلا نكمل يا جماعه مع موجهات الفيديو ونشوف باقي التصميمات هي توريها لنا بقى. احنا كنا عرضنا قبل كده النقاب ما شاء الله موجود النقابات والطرح واللي هي بدون اسم اللي هو بقى الحاجات اللي هي بتاعت المختمرات يا جماعه كلها اللي نفسه في اي حاجه موجوده ما شاء الله وكميات. وفي امجاد بتقول في حاجات جايه كمان في الشحن أيوة لان الحاجات دي بتيجي من بره مصر طبعا. انواعها البريسين بصي جمال مسكي الخامه ما شاء الله ما شاء الله كله بالبراند بتاعه هوريها لك اهي دلوقتي. دي امجاد كان عندك منها ابيض برضو ولا كله بيبقى اسود؟ لا انا ما جبتش منها ابيض. الابيض دي ممكن اصنعها انا بقى تبقى حلوه بقى للي طالعين عمره او حج بعد كده. معظم العبايات بيبقى بصي كله بقى كده البراند بتاعها والنقاب بتاعها دي بدون اس. ايوه بصي يعني من انجح الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها. وعندنا نقاباتنا كمان اللي هي البيشه العاديه عندنا سواريهات هتنزل لنا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. يعني انا كده كده يا جماعه بسيب لكم رقم المجاهد على الشاشه احنا نعتبر يعني ايه ورنا لكم بعض الحاجات لكن ما شاء الله في حاجات كتير جدا لازم انتوا تيجوا تشوفوها كمان. مجاهد بشكرك فيديو خفيف ولطيف ولذيذ وفيديو راقي راقي على اليوتيوب يعني دي الحاجات الراقيه كده. ربنا يا رب يجعله في رضاكي ده واي حد يشرفنا والله والحمد لله اللي بيتعامل معانا بيبقى على طول الحمد لله. تسلمي يعني مجاهد انا مبسوطه ان انا عرفتك اصلا على المستوى الشخصي وقلت لك كده قبل كده. تسلمي وانا شرف ليا والله. الله يخليك يا مجاهد ربنا يبارك في اولادك كنتوا بألف خير انت بألف خير. ماشي يا جماعه طبعا انا قلت لكم ما عدتش هصور لكم بعد كده غير عند الناس اللي تستاهل ان احنا نعرفهم منهم طبعا مجاهد انا بشكرها. لايك للفيديو ما تنسوش بدأنا بالعنوان وارقام التليفونات على الشاشه تيجوا تنوروا الدنيا وتنوروا كوارير وتاخدوا كل حاجه نفسكم فيها ان شاء الله ونشوفكم على ألف خير. ماشي يا مجاهد مع ألف سلام. السلام عليكم.